زي ما بنشوفه دلوقتي. ايوه اه قلت له خواجه ماشي عايزني معاك، قال لي ماشي بس ابدا من تحت. قال لي يعني، قلت له لازم ابدا السلم من تحت. حلو. عملت تقريبا اول مدرسه كوره في النادي الاهلي من 8 ل 12 سنه. مسكت فريق بتاع طاهر ابو زيد وعلاء ميهوب محمد حشيش، كانوا في الناشئين. كنت مدير فني؟ اه مدرب. اه ومساعد هيدو كوتي، ثلاثة مع بعض. فدي المدرسة. اه يعني اه لا ما انا معلش النقطة دي، لأنه أنا فاكر إن حضرتك لا شغال تحت الأول وبعد كده طلعت اشتغلت. لا لكن أنت كنت شغال الثلاثة مع بعض. هو يعني اشترط إن أنا أشتغل معاه، وأنا اشترطت إن أنا أبدأ تحت. حلو. قال لي يعني دي أنت حر. ده وقت تمرين بتخلصه وعندك وقت تمرين فريق الأول بتطلع. تحت الساعة 8 الصبح التمرين. اه فخلاص. اه الناشئين الساعة 12 الظهر، الفريق الأول الساعة 3. فكنت باخد اليوم كله في النادي الاهلي مع كل الفرق دي. جينا طب شغلتي ايه في الفريق الاول؟ تجهيز المصابين. تحسين المهارات. علاج طبيعي يعني. لا مش علاج طبيعي، يعني واحد لياقه بدنيه، تجهيز بالكوره. لياقه بدنيه بالكوره، يعني حساسيه الكوره. اللياقه البدنيه والاعداد البدني كان مع الكابتن فتحي. تمام. ف بالاضافه الى تدريب حراس المرمى. تدريب حراس المرمى يعني كابتن فتحي نصير قال لي صح، هو دي الحته اللي قال لي عليها. لا انا دربت حراس المرمى، كان ثابت اكرامي، عادل عبد المنعم الله يرحمه. يعني كنت تقف وتشوط احمد ناجي. شوبير. الخمسه فاهمني. فاضطريت ان انا ادرس تدريب حراس مرمى عشان اشتغل صح. اشتغل معاه. حضرت دورات وجبت كتب وقعدت اشوف بيحصل ايه، يعني المفروض تعمل ايه. فكنت اطلع من الملعب يعني اصعب شغله في كل الشغل التدريب الجهاز الفني هي شغله مدرب حراس المرمى. فعلا؟ شغله شغله صعبه جدا، محتاجه انك انت تبقى جاهز بدنيا تتمرن، وبتبذل جهد بدني عالي جدا، لانك انت مش بس بتتكلم الكلام ده. يعني المدرب، انا بوجهه نظري المدرب لما يكبر في السن مدرب حراس المرمى لازم يمسك ناشئين، ما ينفعش يمسك فريق اول. ليه؟ لانه تدريب حراس الفريق الاول يعتمد اساسا على مجهود الفاعليه في التدريب. الفاعليه والفعليه معناها ايه؟ انك انت تمرنه على الاوفرات اللي بتيجي زي المباراه، فلازم انت تروح ترفعها او انك انت تجيب مساعد. ففي مدربين بيجيبوا مساعدين يرفع، يقول له ارفع. ما ينفعش انا اجيب مدرب، انا مدرب حراس مرمى واجيب مساعد كمان معايا، ما تنفعش، ما تمشيش. لازم اعمل له تصويب من جميع الزوايا. ايوه، من اليمين ومن العمق ومن الشمال. اتمرنت ان انا بقيت امرن رجل الشمال، انا بلعب شمال 30-40%، لما بقيت مدرب بقت وصلت 70%. اكتشفت ان انا بعد ما دربت حراس المرمى بقى عندي دقه في التصويب اكتر ما كنت بلعب راس حربه. ياه. من الممارسه. فقعدت معاهم فتره طويله مع حراس المرمى بالاضافه، بس مش بس يعني الشغله دي، يعني ده مش طموحات انا، وان كانت شغله محترمه، لكن اشتغلتها في النادي الاهلي. ولعلمك السنه دي ثابت واكرامي خدوا الاثنين احسن حراس أحسن, احسن حراس مرمى في مصر. اقل نسبه اهداف دخلت فيهم هم الاثنين. ايوه. لكن خليني بقى ايه اجي لك بقى، طالما انت جبت الاثنين يبقى خليني اجيب لك قصه ظريفه. الفارق ما بين